صباح الخير لكم جميعا أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم مع طاقة ونشاط وحيوية تعلو قلوبكم جميعا، وصباح الخير لكل المجدين والمجتهدين في دروب النجاح والفلاح. صباح السلام لأرض السلام، نهنع نهني عمان وشعبها على المركز الرابع عالميا، ودائما إن شاء الله أرض سلام وأمان ووئام، اللهم أمين. صباح الخير لكم جميعا المستمعين الكرام، وصباحكم نتجه به إلى صباح المدارس، هذه الفقرة التي تأتيكم برعاية حساب براعم للتوفير من ميثاق للصيرفة الإسلامية، وتحية نوجهها لكل المعلمين والمعلمات والعاملين في الحقل التربوي. يهنى بعيش لا يضيق وما اشتقى، في جنات الفردوس يخطو واثقا، مع خيرات الأصحاب يزهو ألقا. صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وصباحكم مليء إن شاء الله بالنشاط والحيوية، وأرواحكم ملأة بالجد والاجتهاد والهمة والنشاط لتحقيق مختلف طموحاتكم وأحلامكم، وللذين أيضا يتجهون إلى مختلف وجهاتهم لتحقيق أمالهم وأهدافهم في هذا الصباح، ولكل الذين يخططون أيضا أن يكونوا خارج حدود هذا الوطن للسفر والسياحة لقضاء مختلف مآربهم، فدروب السلام لكم جميعا، ورافقتكم السلامة لتحقيق كل أهدافكم. صباح الخير مع المشاركة الصباحية الأولى في صباح المدارس التي ستكون مع الطالب إلياس بن خالد بن سالم الرواحي. إلياس من مدرسة وادي محرم للتعليم الأساسي بولاية سمائل، وهو في الصف الثاني. السلام عليكم إلياس. عليكم السلام. كيف حالك؟ كيف النشاط إلياس؟ نشيط دائما؟ أنت نشيط ولا ما نشيط؟ نشيط. كم عمرك؟ تمام. 8 سنوات العمر كله إن شاء الله يا إلياس. وصلت المدرسة ولا بعدك؟ في المدرسة. زين يلا نريد نسمع شعر، نريد نسمع قصة. شعر. بتقول شعر؟ حتان ونشيد. بتقول لنا شعر وإيش ونشيد وإيش بعد؟ شعر ورزحة ونشيد. شعر ورزحة ونشيد، ما شاء الله يا إلياس. زين يلا نبدأ بإيش؟ بالشعر. شعر. يلا نسمع شعر مع إلياس، تفضل إلياس. كل ما غطى السحاب ربوع وعدين بركام، والبروق تلام شقديم الرواسي من بعيد، أنا ترك لي درة الشعر ما تقبل خزام، ألسفت نونيت نادي أتاح الجوح حبيب. كل ما شيخ الطهارة والمعاني والمقام، شيخ دين وشيخ فكر وشيخ للعلم الفريد، مناسب ما حتى شروف دار وأرسام، وافتقت محرم عهوده والزمن يبقى شيء، وافتقت محرم عهوده والزمن يبقى شيء. ما شاء الله يا إلياس، من اللي حفظك هذه القصيدة؟ أمي وأبي. وتحية معلماتي ومدرستي. وتحية لهم جميعا كلهم اللي ذكرتهم. إلياس أنت من وادي محرم؟ أيوه. شيء ماي في الوادي ولا ما شيء؟
جافة جافة المعدة. ليش؟ جافة لأنه حر ترى. صح توصيف حر وما شيء أمطار. لا زين انت تروح يعني أول لما كان في الوادي ماي تروح الوادي؟ ما كتر من الماي واجد في الوادي. ليش؟ يعني يمكن سبحان الله سيارات ولا شيء قيم. بعيد سيارات الله يهديك الياس، سيارات في الشارع ما في الوادي. لا لكن سبحان الله عن شيء ما يجينا الله. عادي عادي الياس، السيارات يروحن في الشارع، انت عادي روح الوادي. انت واخوانك روحوا. ها؟ انت واخوانك روحوا الوادي وعادي، لكن انت وعاد حر تقول انت ما في ماي صح الوادي؟ ايه ولكن نحن ما استفدنا الحمام. انتوا ايش؟ ما نروح في الوادي. انتوا ايش؟ روح يا ما نروح الوادي. ايوه طيب الياس، الياس انت ايش اكثر مادة تحبها في المدرسة؟ ايش؟ ايش اكثر مادة انت شاطر فيها في المدرسة؟ مادة الفنون. الفنون؟ وباقي المواد؟ ماشي بس الفنون. الله يوفقك في كل مواد ان شاء الله. زين انت خبرت اصدقائك في المدرسة يسمعوك في صباح المدارس؟ ايوه. وخبرت المعلمات؟ أيوة، خبرت من المعلمة. أيوة طيب إيش عليكم الحصة الأولى؟ علينا عربي. زين عادي نحن أخرنا بك. عادي ماشي. كيف ماشي؟ بيفوتك الدرس؟ عادي. من بيراجع لك بعدين الدرس عاد؟ واحدة راجع أبي راجع لي. تحية لي أبيك. طيب الياس نحن تو سمعنا القصيدة، ايش بتسمعنا بعد غير؟ رزحة. يلا صوت غنية. رزحة يلا نسمع. ليلة 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 يا شولي يا شولي ابتلي قلبي عذاب ابتلي قلبي عذاب يا شولي يا شولي مالي الذيلي قوت وشراب مالي الذيلي قوت وشراب. ما شاء الله يا إلياس، تحب تحفظ رزحة واجد؟ عندك بعد غير مشاركة في الرزحة؟ أيوه. يلا نسمع. هي رزحة ثانية. يلا نسمع. رزحة ثانية ثانية. يلا نسمع. يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا عاشق أبو فم معظم خليت أعوان جديدة صم الحجر معنا تكلم يا سيدي يومك سعيد. ما شاء الله يا إلياس. وبعد غير هات رزحة غيرها بعد. ماشي رزحة غيرها. لا ماشي بس نشيد. زين انت تقول هذه الرزحة عند زملائك في المدرسة تخبرهم انك حافظ رزحة؟ قايلها. قلتها في الإذاعة ولا بعدك ما قلت؟ في الإذاعة. انت كل يوم تشارك في الإذاعة؟ لا ما كل يوم. ليش ما تشارك كل يوم؟ انا مرة واحدة كنت خارج برا انا ما كنت اشتغلوني. ايوه لكنك انت ما تشارك يعني على الاقل في الاسبوع مره. الياس شارك. انا شارك كل يوم، وكل يوم قول رزحه. ايه تقدر تحفظ كل يوم رزحه جديده؟ ابي يحفظني. ابوك يحفظك. تحيه لي ابوك. طيب الياس ابوي امي ومعلماتي واستاذ نجم عيشه الرواحي مديرك رستي.
تحية حالهم كلهم اللي ذكرتهم. هم تو جالسين يسمعوك؟ أه؟ جالسين يسمعوك الحين هم؟ لا أبونا أبيبس أبوي. تحية لي أبيك يا إلياس. زين يلا نسمع النشيد. اللي علمه نور المدارس والمرجلة ذا المجالس دراوة تلقل حصيل دراوة تلقل حصيل قبرك غرق في حلالك لجمة ربي عيالك الطيب ما له بديل الطيب ما له بديل إن الحياة وطافة إن الأدب والثقافة أحلى من السلسبيل أحلى من السلسبيل. نشيد طيب يا إلياس. من اللي حفظك بعد هذا النشيد؟ ميوار. يا مرحبا بك إلياس يا مرحبا. إيش بتشاركنا بعد غير؟ ما عندي بس. سافرت برا إلياس؟ رحت خارج عمان؟ أنا في عمان. لا في المدرسة. أعرفك أنك في عمان في المدرسة، لكن أنت قبل ما سافرت ما رحتوا؟ لا ما رحنا، بس الله قال ما رحنا صلالة. وكيف صلالة حلوة؟ أيوة حلوة. ما حرف الصيف أقول لك صلالة؟ لا رحنا رحنا احنا في البرد. رحتوا ايش؟ في البرد رحتوا؟ ايه. ويعني جوها حلو صلالة؟ ايوه حلو. ايش عجبك في صلالة؟ عجبنا ان رحنا الحديقة واشترينا العاب. وايش من العاب اشتريت تذكر؟ ايش الالعاب اللي اشتريتها؟ سيارة. سيارة؟ ايوه. ولعبت فيها مع من؟ ما لعبت مع أولاد إخوالي جايين هنا. كلكم رايحين مع بعض؟ أيوه. لكن هم أول جايين وإحنا جايين ثاني. وبتروحوا السنة بعد ولا ما بتروحوا؟ هذه السنة بتروحوا صلالة؟ أه؟ هذه السنة بتروحوا صلالة ولا ما بتروحوا؟ أروح يمكن نهاية المدرسة هذا العام. زين أنت مستعد للامتحانات ولا بعدك ما مستعد؟ مستعد. مذاكر كل دروسك؟ ايوه. زين ولما تكبر ايش بتكون ان شاء الله؟ ايش تريد تكون ان شاء الله الياس؟ لما تكون كبير ايش تتمنى تكون؟ اكون طيار. طيار؟ ايوه. وعاد بتسافر صلالة مرة كل شهر بتروح صلالة؟ ايوه. طيب الياس شكرا لك. تريد تقول شيء؟ شكرا. شكرا لما أبي ومعلماتي ومديري والمديرة مدرسة الشارع نجمع عيشة رواح. شكرا لكل اللي ذكرتهم يا إلياس. وشكرا لكم إعداء الشباب في صباح المدارس. واجب يا إلياس، نحن سعيدين أنك تشاركنا. توعد روح خبر أصدقائك في الصف قولهم أنك شاركت في صباح المدارس. إن شاء الله. يلا إلياس إلى اللقاء. مع السلامة. شكرا لكل هذا الألق الجميل وهذه البراءة والعفوية. شكرا لإلياس بن خالد بن سالم الرواحي من مدرسة وادي محرم للتعليم الأساسي بولاية سمائل. ما شاء الله على إلياس، عفوية وبراءة وحوار طيب. إلياس في الصف الثاني أمنيته في المستقبل أن يكون طيار. تحية لكل من ينشئ هذه الأجيال على العلم والمعرفة والتطلع للمستقبل المشرق المنير. صباح الخير أيضا لتفاعلكم أيها الأحبة مباشرة بمجرد مشاركة كل هذا الألق الجميل من الطلبة والطالبات. ما شاء الله عليه إلياس تبارك الرحمن، مبدع في فن الرزحة. الله يحفظه يا رب، طيار المستقبل من المها. علي بن سليمان صباح الخير. تراتيل ما شاء الله على براءة الأطفال وأحلامهم الحلوة اللي إن شاء الله تتحقق بإذن المولى. ماجد الشحي شيء جميل، طالب صغير ينقل التراث العماني ما شاء الله عليه إلياس، متمكن وجرأة الله يحفظه لأهله. عماد البقلاني ما شاء الله إلياس الله يحفظك ويحقق لك كل طموحاتك. أم ملك ما شاء الله على البطل طيارنا إلياس الله يحفظه ويبارك فيه، اللهم آمين يا رب. شكرا لكم جميعا مستمعينا. جمانة المعمرية صباح الخير، ما شاء الله على إلياس امتعنا برزحته ما شاء الله على كلامه باللهجة العمانية، الله يحقق أمنية الطيار.
تابعتم مستمعين الكرام صباح المدارس هذه الفقرة التي تأتيكم برعاية حساب براعم للتوفير من ميثاق للصيرفة الإسلامية، وتحية لكل من يرى عمان أبدا ودائما بين عينيه. رأيت جمالك، سكنت هواءك، شربت حنانك، وأنت لي الأمان، أنت لي الأمان. بلا عين نرى سلامك أنهرا، وجدتك داخلي، رأيتك يا عمان.